الأخضر مقران، اليوم نتكلم على وجود الأطباء الجزائريين في الجزائر، الأطباء الجزائريين خارج الجزائر، منظومة صحية راح تأخذ هؤلاء وهؤلاء بعين الاعتبار وتطور بهم هذه المسألة. ولكن في رأيك كيف تفسر وكيف ترى وجود منظومة صحية أجنبية وغريبة عن الجزائر يمارس أطباؤها العمل في الجزائر، وفي المقابل يطلب من الطبيب الجزائري الذي تكون في أوروبا وفي أمريكا يطلب منه معادلة الشهادة؟ راهني يا أستاذ الأخضر مقران نتكلم على الأطباء الكوبيين في الجزائر، ألا ترى في هذا تناقضا؟ هذه هي المعضلة، يعني هذه هي الحقرة الكبيرة، يعني نقدر نقولها بكل صراحة. مادام احنا كجزائريين يعني ماذا بنا اطباء جزائريين يعني بكل اختصاصات يمارسوا ويجيوا يعني مع اخوانهم اللي في الوطن باش يمارسوا مهنتهم ويعطيوا التجربه تاعهم والتقنيه تاعهم لو تكنيسيتي لمواطنهم باش يساهموا في نهضه صحيه صحيحه في بلادنا. نفكروا السنوات الثمانينات والتسعينات الجزائريين كانوا يروحوا، كانت الدوله كانت تكفل تدير لي بوز على الاقل باش دير تكوين لي يعني ولادها في كل اختصاص مشهور في الطب. احنا ماذا بنا يعني اذا كان فيه حاجه لازم تندار في البلدين لازم يكون فيه ضروري يحدث ثوره في تسيير الموارد البشريه في بلادنا والموارد الماليه. يعني هنايا باش لازم نشوفوا لازم نعاودوا النظر في استغلال الثروه البشريه الموجوده هنا في بلادنا في كل القطاعات، يعني القطاع العام والقطاع الخاص، لازم نفكروا في صيغ قانونيه بس نرجعوا هالجزائريين الكفاءات الجزائريه يعني باش يدخلوا لبلادهم. كما قلت في القانون الصحه يقدر يكون فيه لا كونتراكتواليزاسيون كما نديروها مع الاجانب اللي ما عندهمش يعني كفاءة فوق كفاءة كفاءتنا كجزائريين كأطباء جزائريين. احنا بودنا ويعني حلمنا انه مهما كان احنا كلنا جزائريين وكنا نقدروا نساهموا باش نطوروا المنظومة الصحية الجزائرية وباش نرجعوا الأمل الجزائريين وتكون يعني المريض الجزائري يصيب كل يعني الإمكانيات باش الدواء كما يلزم في بلاده. لكن للأسف مادام ما فيش يعني الامكانيه في هذا الوقت احنا نتمنى ونناشدوا السلطات باش تعمل على الاقل تسهيل الامور للجزائريين باش يقدروا يجيو يمارسوا مهنتهم في بلادهم بطريقه يعني بار كونتراكتواليزاسيون ولا بطريقه دائمه. مادام لازم نسهلوا الامور ما يلزمش كما قلت مقبل كما قال الزميل يعني لما تشوف يعني البيروقراطيه الصحيه والبيروقراطيه بصفه عامه يعني يعني تقطع طريق امام يعني حلم جزائري طبيب جزائري او غير طبيب يحب يجي يمارس المهنه تاعو يساهم في بلاده. لما تصيب يعني العتبات اللي لازم يجتازها يعني البيروقراطيه هذه اللي قتلت كل يعني الكفاءات وكل يعني الامكانات يعني مش قادر يعني مش هذا اللي يقدر راح يحسن الامور. احنا امنا كبير انه الجزائريين هنا في الجزائر يعني الاطباء الجزائريين او اللي راهم في الخارج في اي بلاد ماذا بنا يعني نشاركوا بالاحترافيه ويعني بال يعني الامكانات اللي عند واحد من جهه باش نساهموا في تطوير المنظومة الصحية الجزائرية. طبعا دكتور الأخضر مقران هذا ما يرضاه ويتمناه الجميع. أخضر مقران كيف باختصار شديد ترى مستقبل الإمكانات الأطباء الجزائريين في الخارج ودعمهم للمنظومة الصحية في الجزائر؟ عندي رسالة يعني لإخواني وأصدقائي يعني الأطباء اللي راهم في المهجر وفي كل مناطق العالم، انهم لازم يعرفوا بلي راهم قوه اللي يتكلوا عليها احنا في الداخل ويقدروا يعني ك يعني الجزائريين الاخرين اللي راهم باختصاصات اخرى يكونوا لا ديسبورا سبين فورس قادره تضغط يعني تكسر كل الحواجز اللي
ما تخليش يعني الجزائري يعني يقوم وعلي يعني يجي لبلاده باش يعطي يعني القدرات تاعو ويساهم في يعني المنظومه الصحيه. شكرا. على سبيل المثال وحنا هنا النضال تاعنا باش يعني يكون فيه تغيير في المنظومه الصحيه ويكون فيه يعني شكرا افضل فيه شكرا مستوى صحي يعني اللي عنده قيمه في البلاد لازم يكون فيه تضافر جهود بين الاطباء من الداخل. شكرا دكتور الاخضر ام قران، وصلت الفكره. هناك اذا رساله لزملائك الاطباء في الخارج. دكتور